الحمد لله رب العزة والجلال الكبير المتعال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وجميع الصحب والآل، رضوان ربي تبارك وتعالى عنهم أجمعين وعلى السائرين على نهجهم والتابعين لآثارهم والمقتفين بنهجهم إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة قبلكم، أوصيها بتقوى الله في السر والعلن، وطاعته في المنشط والمكره، ومخافته في كل وقت وحين، فإن تقوى الله ذلكم الرباط، وذلكم سبيل النجاة، وحبل الله الممدود من الجنة إلى الأرض، فتمسكوا بها يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سندنا وسيدنا وذخرنا وعزنا وفخرنا وملاذنا محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فكان سيد خلق الله أجمعين وسيد ولد آدم وإمام المتقين. وبعد، طبتم بالخير إخوة الإيمان، من الله عليكم من فضله وبركاته، ومتعكم بأسماعكم وأبصاركم وحواسكم وعافيتكم ما أحياكم وجعلها الوارث منكم. إخوتي الكرام، حينما تتصعب الحياة، وحينما يقدر العيش، وحينما تصبح الدنيا قاسية والحوادث ظلماء مدلهمة، والدنيا تصف أحداثها الجسام وكوارثها العظام على ابن آدم، هنا قد تقسو القلوب، وهنا قد تصعب الحياة، فلا بد هنا أن نعود لدين الله وشرعه. لذلك لا بد لنا أن نتكلم اليوم في هذه الجمعة وفي هذه الخطبة عن جبر الخواطر وإغاثة الملهوف وعون المحتاج والرحمة بالمخلوقات، وخصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين والمعاقين، أو الذين وقع فيهم أمراض أو تشوهات أو حوادث أدت إلى إصاباتهم. أيها الإخوة الكرام، يقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والراحمون يرحمهم الرحمن. انظر أيها المسلم، كم الحياة اليوم عليك قاسية، وكم الظروف التي تحيط بك أليمة وشديدة، لكن رغم هذا القسوة، ورغم هذا الضنك، ورغم هذا الضيق، يجب أن تتذكر قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكيف تقوى الله؟ أنا اليوم لا أتحدث عن التقوى بالطاعات بالصلوات والعبادات، وإنما أتحدث عن تقوى بمد يد العون إلى المحتاجين، ببسط أكف الرحمة إلى الملهوفين. ولك في قوله تعالى: أمن يجيب المضطر
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من الذي يجيب المضطر؟ الله. لذلك وصف صلى الله عليه وسلم الذين يعينون الناس ويسعون في قضاء حوائجهم ويمشون لتلبية رغبات من يطلبهم، يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أسعى في قضاء حاجة مسلم خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهراً. انظر، الاعتكاف في المسجد النبوي شهر لا يعدل سعيك في قضاء حاجة مسلم. أنا اليوم لا أتحدث عن إعطاء السائلين أو الفقراء أو الصدقة أو الزكاة، لا، ليس هذا فقط. أنا قد أكون صاحب سيارة في الشارع تعطلت، فحينما تتوقف تمد يد العون لي فأنت داخل ضمن هذا الحديث. وأنا قد أكون جارك واحتجت أداة معينة لقضاء حاجة، فهذا من باب الرحمة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن هنا أيها الكرام، حري أن نتذكر قول الشاعر: الناس للناس ما دام الوفا بهم، والعسر واليسر ساعات وتارات، وأفضل المخلوقات ما بين الورى رجل تقضى على يديه للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف ما دمت تقدر، لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، فالدهر أيام وساعات، قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم بين الناس أموات. نعم، يقول الشاعر أيضا في وصف المعروف وفضله: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاصنع لنفسك معروفا فالمعروف لك بعد الموت عمر ثاني. والله عز وجل يقول: وإن يا رسول الله خاطبا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبين صفات المؤمنين: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تعرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله. لذلك أيها الكرام، ما أجمل أن ترى إنسانا في الشارع وأنت تركب سيارة فتقول له: اصعد أوصيك بطريقي. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر، أي ركوب ما يركب، فليعد به على من لا ظهر له، أي ليوصل من يكون في طريقه أو من يطلبه. ومن كان معه فضل طعام، أي زيادة بالطعام، فليعد على من لا فضل طعام له. ومن كان له فضل من ملابس فليعد به على من لا فضل ملابس له. هنا تتجسد الرحمة، هنا تتجسد الإنسانية. العيب ليس في الإسلام، العيب فيك وفي. ليس الغرب والدين المسيحي واليهودي أفضل من الإسلام، لكنهم طبقوا أحكام الإسلام ونحن تركنا أحكام الدين والإسلام. هم يرحمون الحيوان ويرحمون الطير ونحن يقسو بعضنا على بعض، رغم أن ديننا وإسلامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالرحمة. أيها الكرام، إذن لو تراحمنا بيننا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولننظر أبسط مثال: الأمور السرية المجتمعية يجب أن نعالجها. انظروا إلى ذوي الاحتياج
من المعاقين أو ممن أصيبوا بحروب أو بحوادث أو بأمراض أو بتشوهات خلقية. بالله عليك قل لي، أما يهزأ به بعضنا الآخر إذا رأينا شخصاً لا نقول كما طلب رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن نقول كلمة تطيب خاطره، تعاضد من أزره، تشد من همته؟ انظروا إلى الدول الأخرى، أتعلمون ماذا يسمون من نسميهم نحن الصدقاء أو نسمي صدق؟ يسمونهم ذوي الهمم، يعني أصحاب الهمم القوية، رغم عنده إعاقة لكنه عند همة. وانظروا ما حصل في قطر في افتتاح كأس العالم، جاءوا لشخص معاق بالكامل، جعلوا هو الذي يفتتح البطولة. لكن في مجتمعنا للأسف نهزل، وحدثت أيضا ربما حادثة عندنا في بطولة كأس الخليج التي وقعت، وهذه التفاتة جميلة، حينما أتوا بهذا الضابط العقيد الذي فقد عيونه في محاربة الإرهاب والتطرف وتحرير المدن من دنس الإرهاب ودنس داعش، وجعلوه أيضا يرفع الراية. لكن في المجتمع نسميه صدر، نسميه معاق. لماذا معاق؟ لماذا نقول صاحب همة، صاحب عزيمة؟ وهذا ما أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما نزل قول الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا يلقب أحد بلقب يكرهه ولقب يهديه ولقب يزعجه. فترى اسم هذا الصقر، هذا معين العورة، هذا المقطوع رجلة، هذا المقطوع أيده، هذا السمين، هذا الضعيف المسلبح، وهكذا من كلمات ربما يأنف لساني عن ذكرها على منبر رسول الله. أيها الكرام، الإسلام يقول صلى الله عليه وسلم كلمة يقولها الله في سخط الله، كلمة يقولها الرجل في سخط الله تهوي به 70 خريفا في النار. وما يقول تعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن أيها الكرام، حري بنا أن نحسن المعاملة مع الناس، وأن نمد يد العون، وأن يكون أحدنا رحيما بالآخر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه واسألوا الله تعالى أن يجعلنا متراحمين، يرحم أحدنا الآخر ويعطف أحدنا على الآخر ويوقر أحدنا الآخر، فإنما هي من أوامر رسولنا صلى الله عليه وسلم. ادعوه بقلب موقن بالإجابة، فإنما هي ساعة استجابة من الله عز وجل. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وقال قولا كريما تعظيما لقدر نبينا وحبيبنا وتفهيما لنا وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى الهادي البشير النذير، القائل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عباد الله، أذكركم بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها الكرام، واجب على المسلم أن يرحم المسلم، وأن يحسن الكلام، ويحسن اختيار الألفاظ في التعامل مع المقابل بلا همس ولا لمز. يقول صلى الله عليه وسلم: من همز أو لمز أخيه بما يكره فإن ريح الجنة عليه حرام، وإن ذمة الله ورسوله منه بريئة. فلا تنابزوا بالألقاب،
واعلموا عباد الله أن قضاء حاجة المسلم هي خير من العبادة ومن الطاعة، لأن الله عز وجل وصى وقال: إنما المؤمنون إخوة فأوصيكم بالرحمة والخير. اللهم يا رب العرش العظيم، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، اللهم اهزم من أراد عراقنا بسوء كما هزمت فرعون والجنود. اللهم يا رب عليك بالظالمين إنهم لا يعجزونك، خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أفسد بلادنا وأدخل إليها المخدرات وعمل على إفساد الشباب بالمنكرات والموبقات، فخذه أخذ عزيز مقتدر واكفنا شره يا رب العالمين. اللهم عليك بالإرهابيين وداعش والقاعدة المجرمين والميليشيات الطائفين الذين عاثوا في الأرض فسادا، زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم عليك بأمريكا وإسرائيل ومن حالفهم لحرب المسلمين ودمار العراقيين وبلاد العرب والإسلام أجمعين. اللهم انصر قواتنا الأمنية وسدد رميهم واجعلهم عونا للمواطنين ولا تجعلهم سيوفا بيد الظالمين. يا رب وفق للعفة شبابنا واجعلنا من عبادك المرحومين. اللهم من أنشأ هذا المكان وعمل ويعمل لوجهك من خير وإحسان جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنا نسألك أن تشافي مرضانا وتعافي مبتلانا وتفرج عن المعتقلين الأبرياء وترد المغيبين إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين، وأن ترحم من مات منهم أجمعين. اللهم يا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا لنهلكن، أنت الرحيم الرحمن فاصلح حالنا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.